ابني انت جاي ما اضحك النهارده يا ابني انت هنا في مستشفى مش في الحاره ايه اللي جابك يا زفت انت بسيط ايه اللي جايبك هنا المعلم لقى انك بقالك 3 ايام مختفي فقال يشقر عليه لا يا سيدي ولا تشقروا عليا ولا عايزك تهوب ناحيه هنا خالص المعلم بيقولك هتجيب الحاجه امتى ابراهيم حاجه ايه مفيش حاجه انا ما عنديش حاجه فاهم المعلم بتاعك ان ابراهيم ما عندوش حاجه ومش هديله حاجه دي عهده كل اللي بيننا شويه دين وان شاء الله ربنا يسهل وهسددهم ونعم بالله بس قدم انت النيه وهو يديك الامكانيه بس انت ما عندكش النيه يا ابراهيم لا 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 ما عنديش يا عم ما عنديش ابراهيم الحاله يا عم حسان العيان اللي في العنايه ده انت اللي عايز تخش عنايه يا عم حسان خير ماله العيان اللي في العنايه هايج من كتر التعب وكان هيتقلب من على الترولي الدكتور فرمش من جوه وبيقول لك اديله حقنه مورفين 10 في الوريد بس بالراحه طيب يا عم حسان حاضر هروح اجيب كيس الدم تعال بسرعه على مهلك يا عم حسان وانت على السلم يلا 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 من هنا انت معلم بتاعك ما تزقش طه يلا يلا دي مستشفى يا ساتر يا رب على البلاوي اللهم الله اعتراض على ابتلاءاتك يا رب ابتلاء وترمى عليك ادخل صباح الفل يا معلم باشا تعالى يا زناتي بلغوني سعادتك عايزنا يا باشا وانا اقدر استغنى عنك ربنا يبارك في عمر سعادتك بقول لك يا زناتي امورنا يا باشا كان عندي مشوار عايز اعمله كده بس من غير دوشه تحت امرك يا باشا تعالي زياره صغيره كده لحاج لطفي في بيته بس مش عايز اروح بالبوكس عشان مش عايز قلق يعني في المنطقه كنت عايز اجيب لي عربيه ميكروباص عاديه معاها سواق هينفع انا يا باشا اعتبره حصل طب حلو قوي معلش بقى اعطلك هتيجي معايا اصل انا ما رحتش المنطقه دي كتير فمش دايس فيها وانت ادرى برضو يعني ينفع تيجي معايا تحت امرك يا باشا حبيبي ماشي يا زناتي ربنا يحفظك اجهز بقى وانا جاي وراك انا يا باشا طمني بحاجه تانية يا باشا شكرا بعدين سعادتك يا باشا متاكد يا ادم واسعد ان هو موجود جوه عيب عليك يا محمود انا مامن عليه قبل ما اجي لك بعدين بقى عارف يا واد انت مصحيني من بدري على ملا وش يا واد لو مش موجود جوه انا مش هاجي معاك تاني ما تصدقني هتلاقيني اهو سليم باشا صباح الرضا والسعاده على عيونك يا باشا انا محمود السيطره سعادتك مش فاكرني محمود السيطره مين محمود عبد المنعم منشيه ناصر سعادتك انت مين عايز ايه قول لي سعادتك من 5 سنين سعادتك وقفت معايا وجنبه وصدقتني فاكر المشكله اللي ازيك يا محمود حبيبي عامل ايه طمنا عليك حبيبي حبيبي ربنا يبارك لك يا باشا ان شاء الله عندنا مشكله بس يا مؤاخذه يا باشا مسعد يعني كان عنده بضاعه ايه مخدرات لا اعوذ بالله مخدرات ايه انا ربنا تاب علينا وبقينا ماشيين في السليم سعادتك انا الحمد لله ربنا تاب عليا والفضل يرجع لسعادتك الحمد لله ربنا رزقني فتح يعني ورشه ازاز محمود الكارت بتاعي اهو سعادتك اي حد من طرفك او سعادتك انا خدامه ايه المشكله عايز مسعد يعني لا مؤاخذه يعني فرش انت فرش ايه يا على الارض شباشب بلاستيك وايه تاني ولعب اطفال سعادتك تمام. الحكومه كبست خدت منك البضاعه عايزين سعادتك بقى تقسط لنا عد عليا بكره هخلص لك الليله دي ماشي بكره ان شاء الله حبيبي حبيبي يا باشا ربنا يبارك لك شفت شفت ياض قال لي بكره وحط ايده هنا عاش حبيبي حبيبي وابن حبيبي كمان بقول لك ياض عايز اي خدمه انا تحت امرك اطلع لك رخصه ايه بتعرف تسوق بكره ان شاء الله يلا بينا يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود حسبي الله ونعم الوكيل يا عم حسان يا عم حسان يا عم حسان حلو الاغنيه دي علي يا ابني مين اللي بيغني ده يا زناتي والله ما اعرف سعادتك كلهم بقى شبه بعض بس شكله كده ده الواد بتاع العون العون طب احنا قربنا المرض ولا لسه لا يا باشا قربنا خلاص تعالى كده الواد تايسون بقى ساكن قريب من هنا ها سعادتك بس انت عارف عيل لابس زي ده ما بيقعدش يعني وسمعت من يومين كده ان عنده خالته في المنيا خدها ديك وصلت دي لابو اشرف ما تاخرش عشان تيجي تاخد بقيه الحاجه اللي معايا السلام هو اللي جاي ده شارع 6 مش كده مظبوط سعادتك اوف يا ما تاخرش ادي ديك عشان عندنا حاجات كتير لا بس استاذ عفوا يا باشا استنى يا باشا دي حته لبش يا باشا انت تايسون يالا
لا يا ولد تايس. تعالى روح امي. اوعى عينك دي. ايه هتقتلنا يا باشا؟ يلا يا معلم. حرام عليك حرام عليك، انت كده ضيعتني من غير نت كتير يا ابراهيم. انا حقي كده وصلني، مشكلتك انت بقى تحلها بمعرفتك. اذا كان على الفوارغ يوم ولا اتنين كده هبعتهم لك. احب على دماغك رجع لي الحاجه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا اخي. واسمع بقى ابراهيم، لو جبت سيرتي ولا سيره حد من صبياني هاذيك اذيه ما شافهاش مخلوق. وافتكر كده واعقل انك لو اتحبست انت سايب مراتك وبناتك لوحدهم، والاذيه ليها الف باب يا ابراهيم. يلا من غير سلام. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابراهيم عملت ايه؟ ابوس على ايدك يا دكتور، اديني فرصه لحد بكره وانا ارجع الحاج. انت كده عايز تشتكي معاك في المصيبه دي يا ابراهيم؟ أنا عشان بحبك اديتك فرصة ترجع الحاجة، لكن أنا كده مضطر أبلغ البوليس وهم يتصرفوا. وريا قدامي، افتح يا ابني، ترمي هنا، تعال شوف صاحبك وحش المنطقه وهات له ميه سريع نشف من الخضه. طب يا باشا هلبسها بس عشان بردان. تعال في حضن لحمك وانا دفيك. خد بالك منه. ها قاعد تاني. ايه في الباب؟